بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن 3 دي مابينج سيستم. انا مش هتكلم حاجات ادفانسد قوي، انا هبتدي بيزك خالص. احنا ايه هو 3 دي مابينج، ايه الحاجات اللي انت المفروض تبقى تعرفها انت كزماله، وبعد كده كل الادفانسز بعد كده بتيجي بالاكسبيرينس والقرايه والحضور والفرجه على الحالات. زي اي حاجه في الدنيا لما بتظهر اكيد بتعالج مشكله حصلت قبل كده او مشكله كانت موجوده في الاساليب اللي قبل كده. فعشان كده ليه احنا لجأنا لل 3 دي مابينج؟ ما احنا كان ممكن نكتفي بالفلوروسكوبي جايدد اي بي ستادي اند ابليشن، لان كان ليه مشاكل. ايه هي مشاكل الفلوروسكوبي؟ ان انت كنت دايما ما كانش فيه اكوريت كلوريشن بالانترا كاردياك الكتروجرام اللي انت بتشوفه والاناتومي اللي محطوط عليه. بمعنى ايه؟ انا بالوايه كنت دايما اقول مثلا دايما بكروليت الاناتومي بتاعتي بستراكشرز ايدنتيفايد بالفلورو اس في سي، تركزبت انيلس، القسطره اللي جوه سي اس. لكن هل انا ببقى 100% متاكد ان انا في السايت اللي انا قلت عليه؟ لا للاسف، لان انت في الاخر ده تو دايمنشنال، فالنافيجيشن بتاعك بالفلوروسكوبي ما بيبقاش اكيوريت قوي. فدي كانت اول مشكله، اللي هي ازاي ترسم اناتومي كويس وتبقى بريسايسلي تقدر تكلوريت الاكتيفيشن اللي انت بتجين بالقسطره للاناتومي. النقطه الثانيه ان انت احنا بنكوي اندوكارديا، واللي بنشوفه بالفلوروسكوبي اكشوالي بريكارديال او ايبيكارديال بوردرز، فكناش برضو 100% شور احنا القسطره بتاعتنا فين. احنا بنعتمد على بعض البارامترز في الكونتاكت، مثلا الامبيدنس واحساسك بالاوسيليشن بتاع القسطره والباور اللي بتحتاجه وانت بتدي الابليشن، ولكن مازال عندك مشكله ان انت عشان تدرجه السايت وان هو الاندوكارديال سيرفيس انت 100% شور. المشكله الثالثه التعرض للراديشن، الاكسبوجر للراديشن برضو انت بتقعد في الحاله مينيمم ساعه او ساعتين على حسب الميكانيزم في اريزميا، فده كله ريسكي عليك وعلى البيشنت. فكان من اهم مميزات ال 3 دي مابينج ان هو برضو بيبقى لسه راديشن اكسبوجر، وفي اماكن كتير قوي بتبقى بتستخدم 3 دي مابينج اب تو فلوروسكوبي زيرو راديشن زيرو، وفعلا حاجات كتير اتعملت قبل كده. تاني مشكله ان انت ساعات تجيب سايت كويس وتقول لا I will search for better site، تبقى عايز ترجع لنفس النقطة، بتبقى difficult ساعات في الفلوروسكوبي. بتعتمد بقى على انت بتشوف الانجل بتاعت القسطرة بتاعتك الاكسبيرينس بتاعتك، بس انت ترجع لنفس النقطة الاكزاكت بوينت اللي انت كنت وصلت لها قبل كده وقلت to search for better point او target of ablation، كان بيبقى صعب بالفلوروسكوبي عكس 3 دي مان. فعشان كده دي كانت المشاكل اللي كانت في الفلوروسكوبي، فقالوا عايزين نعمل حاجه او تكنيك جديد نقدر ان احنا نتجنب هذه المشاكل، وهنا كانت ظهرت ال 3 دي مابينج سيستم. زي ما احنا قلنا بيعالج كذا حاجه، الليس راديشن اكسبوجر اللي ما فيهوش راديشن خالص تقريبا الا لو استخدمت معاه فلورو. رقم 2 البيتر اناتوميكال ريكونستراكشن، ان انت بترسم حاجه اللي تشيمبر 3 دي، فبتقدر ان انت ترجع لنفس النقطه لو انت عايز ان انت تقدر تعرف الاناتومي بتاعك كويس. فدي كانت الايه انوفيشن. في نفس الوقت اول ما ظهر 3 دي مابينج ظهر نوعين من 3 دي مابينج، حاجه اسمها نون كونتاكت مابينج وحاجه اسمها كونتاكت مابينج. ايه النون كونتاكت مابينج؟ ان انا كنت بجيب بالونه مليانه الكترودز حاجه 90 الكترود واروح حاططها في التشيمبر في النص في البلاد، وكانت تقدر ان هي تسجل 1 بيت او سايكل بيت واحده الاكتيفيشن بتاعها اول اراوند. دي كانت طبعا اول ما طلعت كانت اعتقد كانت شركه ابوت اللي هي كانت زمان سان جود عملتها، وانا اشتغلنا عليها على سيميوليشن في بلجيكا. كانت مميزتها ان انت في الحالات اللي هي الهيمودايناميكلي انستيبل تاكيكاردياز او النون سستيند اريزمياز انت تقدر تسجل اكتيفيشن مره واحده في كذا حته بوان بيت بس. بس مشكلتها كانت الاناتومي اللي كان بيتبني او الماب اللي بتتبني كانت اي كلام، كان المنظر العاطفي ده، فما كانتش بتعمل ريال اناتومي كويس. رقم 2 ان انت برضو ما بتبقاش
عامل كونتاكت كويس، فممكن ما تقدرش ترسم لك فولتج مابس او تحدد الارياز اوف لو فولتج ارياز او الارياز الكويسه في ايه. هي كانت بتسجل اكتيفيشن بس، بس اعتقد ان الرول بتاعها انا دلوقتي لما رحنا ما قيناش نشوفها خالص، لانها ما قيتش ايه ذات قيمه. اللي نجح فعلا هو الكونتاكت مابس، وظهر بقى دي كانت الطفره بقى، ظهرت بقى شركات كتيره قوي اللي موجود في السوق دلوقتي، اللي هو شركه جونسون اند جونسون، هي بايوسينس ويبستر الكارتو، ده كان يعتبر اول جهاز في العالم، هو اسرائيلي اللي اخترعه. اليهود هم الاشهر ناس في عمل 3 دي مابينج، فاخترعوا الكارتو واشتريتهم منهم شركه جونسون اند جونسون منذ سنوات طويله. وبعد كده ظهر بتاع هي طبعا سجاد عمرها ما تسيب يعني السبوبه دي، فراحوا عملوا جهاز ليهم اسمه لسه بسال عليك، خش النافكس سيستم. واخيرا بوسطن دخلت في اللعبه وعاملين مابينج سيستم جديد اسمه ريزميا. وفي جهاز رابع تقريبا برضو سمعت عنه بس لسه في اسرائيل وبيتجرب في دول محدوده قوي، بيعمل زي السي تي بالظبط، بياخد كورونا وساجيتال وحاجات كده سكشنز، بس لسه ما مش في الماركت وما تسميش يعني، بسميه الجهاز اللي ما تسميش. المهم يعني اول واحد طلع كان الكارتو. ما سالتوش نفسك ليه سموه كارتو؟ كارت معلومه بقى للزمن. في علم اسمه كارتوجرافي، علم الكارتوجرافي هو علم رسم الخرائط اللي هي المابس بتاعت الدول والاثار القديمه والكلام، فهم خدوا اسم الكارتوجرافي علم الكارتوجرافي وراحوا مسمين الجهاز ايه؟ كارتو سيستم. طبعا اول ما ضيع في الاول كان بصوره، ولما وصل لحنا المرحله اللي احنا فيها دلوقتي بقى بصوره تانية. الكارتو سيستم او الكونتاكت مابين بيعتمد على ان انت بتدخل قسطره، والقسطره دي بتريحها على السيرفيس بتاع الاندوكارديوم، وتشوف الاكتيفيتي او الريكوردنج اللي هسجله على القسطره دي، وبتريليتد لريفرنس معين في ظل مجال مغناطيسي ما يخرجش عنه. يعني انت تبقى حاطط العيان او التشامبر اوف انترست جوه اللو ماجنتيك فيلد، ويبقى فيه ريفرنس اللي هو الباتش بتاعتي اللي انا بحطها في ظهر العيان. و على حسب بقى الفيرجنز اللي طلعت كان القسطره بتاعتي بشوف اكوردني ان هي تبقى اولا جوه المجال المغناطيسي، يعني اي حاجه لو في رجلين العيان ما يشوفهاش الجهاز لانها بره المجال، وتاني حاجه بشوف علاقته بالباتش دي بعيد عنها قد ايه، وفي الضوء ده بعيد عنها بثلاثة بوينتس يعني 3 دايمنشنز ثلاث ابعاد، وعلى بناء عليه برسم النقطه دي وافضل اخد نقطه نقطه ان ريليشن للباتش دي، واقول النقطه دي بعيده او قريبه، ويترسم ال 3 دي ماب. دي الفكره المبدئيه عشان اقدر ارسم اناتومي. اول ما طلع اول جهاز خالص اللي كان بدائيا وكان عندنا احنا هنا في عين شمس والقصر العيني كان كارتو اكس بي. كان ده شكله، كانت البتاعه الاموره دي اللي هي الباد، هي اللوكيشن باد دي كانت بتتحط تحت الترابيزه بتاعت العيان زي اللي موجوده حاليا دلوقتي، بس شكلها دي كانت مثلثه. التلات بوينتس دول كان بيسموها اكس واي وزد اللي هي بتطلع الماجنت، ودي اللي على ضوءها بيحدد التلات ابعاد، يعني هي بيكروليت بالباتش، الباتش تروح اريا القسطره ويشوف هي بعيده او في انهي منطقه بالنسبه للتلاته بوينتس دول، بحيث ده يرسم قريبه بعيده جنبها، دي جنب الواي دي جنب الزي دي جنب الايه الاكس. وطبعا بقى ايه الوصلات بتاعتنا بتاعت القسطره ودوت الكوم اللي هي اليونت بتاعتي اللي بتتوصل بالاي بي لاب، واللي بيتوصل بالانترفيرنس يونت بتاعتي اللي هي بتستقبل كل الاساطير اللي طالعه من العيان. وبتدي زي ما انا قلت لكم بتدخل القسطره بتاعتنا وبيبتدي يحدد الاناتومي. انا كل ده ما بكلمش على اكتيفيشن ولا ميكانيزم، بكلم هو بيرسم التشيمبر ازاي، انا برسم الاناتومي ازاي. بحط القسطره وابتدي انا برسم بس الاناتومي ولا عايزه ارسم اثناء التايكار، ويروح مصور التصويره بتاعتي تطلع لي الصوره دي. دايما ليه دايما بنشرح على الكارتو اكس بي اللي هو السيمبل وهو الاساس،
وبعد كده بقول لكم الفرق بينه بقى وبين الكارتو 3 ان شاء الله اللي هو موجود حاليا دلوقتي. وفي بقى بعد كده الكارتو كونفيدنس، انا بصراحه مش عايزه اجيب سيرته قوي على اساس ان هو اولا احنا ما عندناش اكسبيرينس فيه، مش هنجيب لكم حالات عليه حاليا دلوقتي، هديكم فكره سريعه بس كده. بس الاساس هو الكارتو 3. طيب اول حاجه بنستخدمها القسطره، القسطره بتاعتنا لازم تبقى قسطره مخصوص، ما ينفعش بالقساطر الكونفنشنال العاديه، بنسميها النافي ستار. والقسطره دي عاده كان زمان كان في نون اريجيتد بس اوبسوليت خلاص ما بقتش اشوفها، كل اللي دلوقتي السيرموكول اللي هي الاريجيتد كاستر. رقم اتنين، كانت في قساطر بتبقى يوني دايركشنال وفي قساطر اللي هي باي دايركشنال اللي تقدر تلف 180 درجه 180 درجه على تو اوبوزيت دايركشنز، متابعين؟ واصبح دلوقتي كمان الكيرفات لعبوا فيها انها ليها اشكال، يقول لك دي كيرف اف كيرف جي كيرف، عاده الجي كيرف هو اصغر كيرف ويليه الدي وبعد كده الاف هو اوسع كيرف. تعرفوها ازاي وانتوا شغالين معانا؟ بعد ما نخلص شغل بيبقى العلبه مكتوب عليها لو هي باي دايركشن بيبقى تو كيرفز، ده العدد اللي بنستخدمه دلوقتي، هتلاقي مكتوب دي اف، امسك القسطره واتني الكيرف لغايه اخره وشوف شكل الكيرف عامل ازاي. هي بتبقى شكل الكيرف شكل الليتر فعلا، يعني تلاقي الدي عامله كده، هتلاقي الجي عامله كده، وتلاقي الاف بتاعتك عامله كده. خلاص لو شفتها مره عمرك ما هتنساها. طيب يبقى احنا قلنا هي دايما عادة بتبقى ايه بقى الفرق بينها وبين القسطرة العادية؟ كل ده كله مشابه لقسطرة الابليشن العادية، انا قلت حاجة جديدة؟ في قساطر ابليشن عادية بباي دايركشن او يوني دايركشن كيرفز وليها نفس الكيرفز الحدود بتاعتها والدايمز. الاستراكشر من جوه، ان القسطرة الكارتو بتتميز بان ليها حاجة اسمها سنسور اللي هو ده. سنسور ده مد استراكشر معين يقدر الماجنيتيك فيلد يحسها. ما انا لازم الماجنتيك باتشز اللي في اللوكيشن باد اللي تحت دي لازم يشوف القسطره، هيشوفها ازاي؟ بالسنسور ده الحساس ده. فالسنسور دوت هو اللي بيخلي خليني اقدر اشوف او النافي ستار بتاعتي تبقى فيزابل للسيستم. السنسور ده انا زي ما انا قلت انا بحط لازم احط اللوكيشن باد بتاعتي تحت في مجال اللي تشيمبر اوف انترست، فدايما بحطها ورا ظهر العيان ويبقى الهارت بتاعي هنا. كان في الكارتو اكس بي زمان ما بنستخدمش غير باتش واحده، باتش ايه؟ واحده، وكنا بنلزقها في ظهر العيان، ما كناش بنلزقها في اي حته في الظهر. كنا لو عندنا ارزميز بالفلورو كده بنحدد ان نبقى نير للاتريوم في الاي بي فيو، لو هو حاجه فينتريكلر اريزمياز بحطها ناحيه الفين، كنت اعمل انايم العيان واشوف بالفلورو الاتريوم فين واحط صباعي واروح مقومه ظهر العين وحاطه الباتش. الكارتو اكس بي اتطور بقى، الكارتو اكس بي اللوكيشن باد ما اكبر، ناقم اتنين بقينا نستخدم سته باتشز، ثلاثه قدام وثلاثه ورا. قال لك علشان انت زي ما انا قلت لكم الباتش دي الريفرنس بتاعتي اللي انا بتستقبل بتبعت الماجنتيك ويحسها السنسور وتروح هي مستقبله هذا. كل ما زود الباتشز وجدوا ان انا كل ما بزود رؤيه الابعاد بتاعت النقطه اللي انا باخدها فيديني اكوريت ماب وماب احسن، عشان كده كانت الماب في الكارتو اكس بي مور سموث عن بتاعه الكارتو، الكارتو اس 3 مور سموس عن الكارتو اكس بي، وانا هوريكم صوره بين الاثنين كانت الدنيا عامله ازاي، كنت تحسي بتاعه الكارتو اكس بي مبعجره شويه، ما فيهاش النعومه اللي بقينا نشوفها في المابس دلوقتي، كان سببها حاجتين منهم هو زياده اللوكيشن الباتشز بتاعتي. خلاص احنا عرفنا ايه فايده الباتشز، بس دي مهمه جدا عشان اقدر ارسم البوينت بتاعتي كان ارسم التشيمبر بتاعي كاناتومي كويس ويبقى يعني ريال او مقارب للسي تي والام ار اي. زي ما انا قلت لكم الموفمنت اللي هي اللوكيشن اكس واي وزد دي بتاعت الكارتو اكس بي، ده اللي كان بيطلع لي الماجنتيك فيلد بتاعي. تيجي القسطره
احطها واخد بوينت جوه اللوكيشن. اللوكيشن باد اهي لازم جواها، عشان كده كنا دايما نتاكد لما نحط الباتش ان الباتش لازم تبقى اريا ومنوره اخضر، وعندنا دلوقتي في الستة باتشز تبقى الاخضر تقريبا لورا والايه والاصفر قدام، ولازم يبقى كلهم مقريين، ولو لقى واحده فيهم بره المجال يقول لك انا مش شايفها، لازم الستة ابقى شايفه. وعشان كده اول تظبيطه بيعملها المهندس اول ما يحط الباتشز يروح مظبط اللوكيشن باد بحيث ان الستة باتشز يبقوا منورين جوه السيستم، فاهم؟ ما عملتش كده مابك دي ولا ليها اي 30 لازمه، هتفقد بعد من الابعاد، فالبوينت بتاعتك مش هتبقى اكريتلي ريليتد للبوينتس اللي حواليها بالظبط. اول ما بحط القسطره واخد البوينت يبتدي يقارن دي بدي بدي ويروح راسم لي ايه البوينت بتاعتي. شوف تقعد تقرا كده اهو، دي ريليشن قد كام كده يبتدي يحصل ايه كذا. خلاص دي كانت زمان الماب بتاعت الايه، بس دي يعني حاجه ايه، هو بيقول لك يعني لما خدت البوينتس يبتدي بقى يعمل خطوط مع كل بوينت يبتدي يرسم لك ايه ماب، خريطه كارتوجرافي. طيب مهم قوي ان انت طبعا عشان ارسم اناتومي حلو منطقي كل ما اخد بوينت زياده في التشيمبر كل ما اخد ديتيلد اناتومي. عشان كده القاعده المهمه في 3 دي مابنج ودي للزمن، ضيع وقتك في الماب اهم مليون مره من الابليشن. يعني 3 دي مابنج تلاقينا دايما نبقى صبورين ان احنا نعمل اكيوريت ماب، ما استعجلت في الماب 100% مش هتقدر تستدل الميكانيزم في اريزميا كويس وتتارجت السايت كويس، لان لعبه 3 دي مابنج كلها في الاناتومي. وهو دي المقارنه، لو انا خدت 4 ولا 5 بوينت هيطلع لي التشيمبر كده، لو انا خدت مور بوينت هيطلع لي التشيمبر بوث بيجيبوا مور ديتيلد. عشان كده هتلاقي في كل البيبرز اللي بتطلع دلوقتي يطلعوا لك اساطر زي الكارتو دلوقتي اللي يقول لك اللاسو في الاي اف مثلا، نطلعوا حاجه اسمها لاسو نيف. تعرفين اللاسو بتبقى 8 الكترودز او 10، تقدر تاخد بوينتس، او البنتري اللي هي القسطره العنكبوتيه ليها بوينتس كتيره، تقدر تاخد مالتيبل بوينتس ات ذا سيم تايم. ليه؟ تو ميك ا ديتيلد اناتوميكال ماب، عشان يوفروا الوقت. احنا زمان في الكارتو اكس بي كنا بناخد بوينت باي بوينت، ما كانش فيه السرعه في رسم الماب، كانت عمليه الاي اف تاخد لها 6 7 8 9 ساعات ريلي، كانت حاله الاي اف واحده عكس بره. دلوقتي بره بيشتغلوا بالاربع حالات 3 دي مابنج ان ذا داي او 5 كيسز في الاوضه الواحده. ليه بقى؟ خلاص احنا ما عندنا فاسيليتيز، ما عندنا اساطر بتاخد مابس سريعه، وظهر كمان مع كارتو 3 موداليتي حلوه اسمها فاست اناتوميكال ماب، او ان انا اعمل اناتوميكال ماب سريع هنتكلم عنها. فالقاعده الاساسيه في ال 3 دي مابنج مور بوينتس ايكوالز اكوريت ماب ايكوالز سكسسفول مور سكسسفول اوبريشن او بروسيدر. فمهم قوي تعمل ماب كويس. القاعده الثانيه ان انت اللي بتجايد الاسطاء السيستم، مش السيستم هو اللي جايد يو. يعني كل حاجه بتاخدها انت لازم تتشيكت، ما تعتمدش على ان السيستم هو اللي بياخدها، لان طبعا مهما كان دي ماشين. هقول لك بقى، ما احنا هنشرح بقى، لسه هنشرح الماب. احنا بنتكلم كل ده الاستعدادات للعيان، احنا دخلنا لسه في الديتيلز، ما دخلنا كل ده استعداد. دي بقى الكلمه اللي قلت لكم عليها، ان احنا كان الكارتوكس بي 1 باتش، دلوقتي بقى مع احنا دلوقتي كل سيستم بيطلع بيبقى الهدف منه ان انا احسن الاناتوميكال ماب بتاعتي. يعني بص كل اللعبه كلها ان انا احسن التشيمبر ريكونستراكشن بتاعي. فدلوقتي الكارتو اكس 3 اللي هو موجود دلوقتي عندنا والكارتو كونفيدنس بيستخدموا 6 باتشز، 3 ورا و3 قدام، عشان اما اخد بوينت تتقري ابعاد كتيره لنفس البوينت دي، فيبقى الدنيا اكرد ويرسم لي هوموجينس. ده اللوكيشن باد بتاعتي بقت مور سيمبل بس مور اكرد، ودي اليونت بتاعتي الكوم بتاعتي اللي انا بوصل فيها الاساطر، والسيستم بقت الموضوع مور سيمبل عن ايه؟ عن زمان. الكارتو 3 يتميز عن الكارتو اكس بي بالنقط اللي انا ذكرتها قبل كده.
اول حاجه ان دخل موداليتي فيه حلوه اسمها فاست اناتوميكال ماب، يعني انا اقدر اعمل اناتوميكال ماب للتشيمبر بتاعتي في وقت اسرع. ان هو كنت الاول واحنا في الكارتوكس بي كان كل بوينت اخدها لازم انا اكسبت او اجنور ذيس بوينت، بيبقى عندي زرار كده بروح قاعده كان يقعد المهندس او انا اقول البوينت دي اخدها اكسبت، البوينت دي ما اخدهاش ديكلير اكسبت ديكلير، ما كانش بياخد البوينت اوتوماتيكالي. في الكارتو اكس بي دلوقتي الفاست اناتوميكال ماب انا طول ما انا ماشيه بالقسطره هو عمال تك 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 ياخد بوينتس من غير ما انا اقعد كل شويه ادوس اكسبت، فده بيوفر وقت. ما كانش فيه فاست اناتوميكال، احنا اشتغلنا بقول لك ايام جميله ما كانش فيه فاست اناتوميكال ماب، كنا بناخد بنبتدي زي ما كنا بناخد الاول اكتيفيشن وفولتج ماب او وات ايفر بوينت باي حاجه اسمها بوينت باي بوينت مابينج. دلوقتي ما عندنا الفاست اناتوميكال ماب، ده طبعا وفر وقت كتير جدا جدا بالذات في الاي اف اللي بيعتمد على رسم الاناتوم بتاع الاترم، ان انا طول ما انا ماشيه بالقسطره الجهاز شايف القسطره بتاعتي وعمال ياخد بوينتس بوينتس بوينتس، فبدات بدل ما كنت باخد 10 ولا 15 بوينت باي ماي سيلف الجهاز ياخد لك 50 بوينت طول ما انت ماشي بالقسطره. فاهمني ازاي؟ ملوش دعوه بالكونتاكت، انت طول ما انت ماشي وعمال ياخد بوينتس بوينتس بوينتس. عشان كده ساعات كتير تلاقوا مثلا دكتوره رانيا شغاله، دكتوره مربت هي شغاله، تقول لك ايه ال 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 الحته دي في الماب فيرتشوال، الجهاز رسمها بس هو لما انت بتاخد بتجيب القسطره هو بياخد خيالي ان غالبا دي الابعاد فيروح راسم شكل ما. ساعات ممكن تبقى حته من البوردر مش اساسيه، انا جيت عندها وعملت كونتاكت فلقيته واخد حته مبعجره شويه، فساعتها احنا بنمسحها نقول دي فيرتشوال. فيرتشوال يعني الخيال الجهاز تخيلها وانا ما تخيلتهاش. عشان كده لما تيجي تعمل بالذات في الاريزميز اللي مش محتاجه اناتومي لايك المحتاجه قصدي اكتيفيشن اكري زي الفي تي والايتا تاكيكارديا، بعد ما بتاخد الافاست اناتوميكال ماب يشود تاخد بوينتس باي بوينتس اكتيفيشن وتتاكد ان انت جايب كونتاكت كويس عشان ممكن تاخد الفام وانت شغال بالبوينتس باي بوينتس فتعمل ماب احسن. بس هو النقطه ان هو وفر لنا وقت كتير جدا، تخيل انت كنت كل شويه تقول اكسبت اجنور اكسبت اجنور، في الاخر تاخد لك 20 بوينت في مثلا في ربع ساعه ولا حاجه، ده بياخد مثلا 50 بوينت في ربع ساعه. طبعا بقى مع دخول الاساطر بقى للمالتي الكترودز بقت الفاست اناتوميكال ماب بقى بدل ما ياخد بوينت باي بوينت من القسطره سريعه طول ما هي نازله، انت نازل بالقسطره العنكبوتيه البنتري او لاسو عمال ياخد ايه كل الالكترودز بوينت بوينت بوينت، فتلاقيك ترسم الماب بتاعتك اذا كانت بتستغرق بالبوينت باي بوينت ساعه الا ربع دي ممكن تخلصها في ربع ساعه، وبعد كده تكمل الماب بتاعتك او تفنشها بقى بالايه وانت شغال بقسطره الكارت العادي. يبقى دي اول حاجه الفاست اناتوميكال ماب، دي كانت طفره في 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 توفير وقت ال 3 دي. رقم اثنين القدره على انك تشوف الاساطر، كارتوكس بيز ما كانش عنده الفاسيليتي دي. شوفوا الكارتو اكس بي ما كنتش اقدر اشوف القسطره بتاعتي وهي جوه الماب او على الشاشه بتاعتي وانا شغال. دلوقتي لا، كنت بشوف بس التاج او البوينتر بتاع النافي ستار، لكن اشوف لاس واشوف سي اس ما كانتش موجوده خالص. في الـ 3 دي مابينج لا، ما دلوقتي انا وانا شغال ممكن ادوس اوبشن اقول له وريني اللاسو فين، فاشوف اللاسو في الحته اللي انا حطاها، مش القسطره اللي انا بكوي بيها، مش النافي ستار بقى، يشوف اي قسطره عاديه. ومش شرط تبقى قسطره ناف، ناف كلمه قسطره ناف ان انا اقدر اخد بيها بوينتس بالكارتو. فيها سنسورز عشان اقدر اخد بوينتس، لكن هو يشوف القساطر العاديه، قسطره بتاعت سان جود، قسطره بتاعت بوسطن، قسطره بتاعت ميترونيك، اقول له والله وريني السي اس، بدوس اوبشن في البتاع يروح موري لك شكل السي اس فين. لا يوري لك وهي بتتحرك جوه الهارت ان ريليشن للماب اللي انت رسمتها. زي ما انت شايف كده. يعني بص دي الشاشه بتاعت الكارتو، انت شايف القسطره اهي، هو راسمها لك. انت بتقول انا مدخل، انا اول ما باجي بفتح الجهاز وبحط اللوكيشن بدل باتش بقول بقول للمريض انا استخدم، بقول لي في الجهاز حاجه اسمها تشوز ذا كاسيترز، بقول انا عندي قسطره الفلانيه متوصله على البولز في الكابل من 31 ل 35 دي سي اس مثلا، انا عندي النافي ستار متوصله على كذا زي بتاعت الاي بي بالظبط، بحضرها في تقعدوا مع المهندس شوفوه بيعمل الحاجات دي، ويختار لك بيقول لك انت عايز تظهر انهي قسطره، والله يظهر لي اللس ويظهر لي ايه السي اس، يروح ظاهر لك الحاجات دي في الماب، اخفيها انا مش عايزه اشوفها، يروح دايس يقول لك نون فيزبل.
فدي ميزه كانت برضو في الكارتو 3. بالاضافه كمان زي ما قلت لكم الماب بقت عشان بنستخدم باتشز اكتر، فالماب بقت مور هيموجينس، بقت مور ليال للواقع زي السي تي والام ار اي. والكونكشنز اوف تشويسز برضو ان انت مش لازم تستخدم الاساطير بتاعت الشركه بتاعتهم، انت ممكن تستخدم اي اسطره فور كريفرنس او حاجه من شركات اخرى، ما بقاش ليهم قصه ان انت لازم تستخدم اسطره بايثونز ويبستر. فدي كانت الفرق بين كارتو سيو والاكس بي، وده طبعا منطقي. كارتو اكس بي اصبح هيستوريكال او تاريخ لل 3 دي ماب اهي. حتى هو بيقول لك كارتو 3 كانت ميزته ان انت حتى الوضع الاسطره في الفيو بتاع انت خلي بالك انت في الكارتو بتقدر في الشاشه بتاعتك تحدد الفيوز، انا عايز اشوف اي بي فيو، عايز اشوف ار اي او فيو، ال اي فيو، بيبقى حاطط اوبشنز من تحت. بص شايفين اللي حته الهارت الزغنطوطه دي، كاتب لك فوق هنا ايه، اي بي فيو انتروبوستيريور فيو، تحت هنا في الشاشه لما تدوس هنا يبقى بي اي فيو، تدوس هنا تلاقي ار او فيو، لاترال ليفت لاترال رايت لاترال، كانك بتشتغل فلورو بالظبط. فهنا جايب لك ده اي بي فيو فلوروسكوبي وده اي بي فيو بتاع الكارتو، بيقول لك بص وضع اللسو وانت حاططها بتشوفها زي الريال كانك في الفلور. فدي ميزه الكارتو سي ما كانتش موجوده في الكارتو اكس بي. والميزه كمان زي ما اقول لك ان انت بتقدر في الكارتو انك تحدد الفيوهات، وكل ما تدوس على اوبشن يروح محرك لك شكل الهارت ويوري لك الفيو ان الهارت بتاعك شكله كده اناتومي. فعشان كده بقول لك اماكن كتير قوي احيانا بيبقى زيرو راديشن، ما بستخدمش راديشن خالص، بعتمد على الفيوهات بتاعتي. واحنا اكشولي حتى الراديشن ما بنفتحش فلورو كتير بالذات في الاي اف. برضو دي شكل اسطره وهي مفروض اللاسو في الاي بي فيو برضو اهو. بص دايما كاتب لك ايه اي بي فيو، كاتب لك الفيو بتاعك انت جايبه فين، نفس المنظر. شوف ولو فتحنا سي اس هتلاقيها شكلها كده زيها بالظبط. ده الكارتو اكس بي الكارتو 3 اللي هو انا دلوقتي حاطه سي اس بتاعتي اهي، شوف عماله تتحرك جوه الكوروناري ساينس، واللاسو بتاعتي اهي، وانا بالقسطره بتاعتي عمال طول ما انا ماشي عمال اخد بوينتس. انا فاست اناتوميكال ماب من غير اي كولر، من غير اي كولر، رمادي خالص. انا لا باخد اكتيفيشن ولا بشوف فولتج ولا بشوف اي حاجه، انا برسم جاست تشيمبر. من الحاجات المهمه قوي عشان لو جات لكم في الامتحان، احنا بنعرف الكارتو بالهابي فيس، يعني بقول ده كارتو سيستم دايما بيبقى جايب لك الوش. ايه فايده الوش؟ اكيد يعني مش عشان يبعث على نفوسكم البهجه، هو الفيس بيوري لك البوزيشن بتاع العيان ايه. يعني انت مثلا لو شغال مثلا هنا، بص شوف انت عمال تاني اهي، طول ما هبصص في وشي يبقى ده ايه انتروبوستيريور فيو او بوستر انتيريور فيو، لف كده اللي ليفت ابليك رايت ابليك. فالفيس برضو بالاضافه لصوره الهارت اللي تحت، هما الاثنين بيمثلوا لك البوزيشن او الفلوروسكوبيك فيو، العيان بتاعك انت واخد الفيو بتاعك والعيان في اني بوزيشن. وبعد كده يفضل يتحرك يتحرك يرسم لك ماب. طبعا التحكم في الشاشه بكل ده، هنا الماب، هنا اللوكيشن باد، يعني عايز اشوف اللي احنا مظبطه اللوكيشن باد بدوس الزرار دوت الكلام ده، دي التظبيطات اللي في الاول. هنا اهو بص هتلاقي فيه زرار اسمه الكاسيتر، ده اللي بتخش تقول الاساطير بتاعتي متوصله ازاي وعايز اشوفها وما اشوفهاش، وايه الاساطير اللي انا استخدمتها في الاستادي. لازم تعرف كل قسطره علشان يقدر يقراها كشكل ويقراها كالكتروجرام جوه الايه الويندو دي، لان الحته دي بتبقى عامله زي شاشه الاي بي العاديه، اللي شاشه البروكا او الاي بي لاب العاديه، يوري لك السي اس، يوري لك اللاسو، يوري لك الايه الابليشن بتاعتنا، واحنا بنعملها عاده نفس الكالرز زي بتاعه الاي بي الكونفشنال اي بي. ويبقى في ويندو ثانيه على الجنب بيقول لك البوينتس بتاعتك اللي انت خدتها مقارنه بالحاجه اللي انت بتقارنها سابقه ولا متاخره لو انت بتاخد اكتيفيشن ماب، هنتكلم عليها. فكل حاجه في الشاشه، والشاشه دي بتبقى شاشه عند اللي شغال المهندس او اللي واقف على الجهاز، وشاشه زيها بالظبط للاوبريتور وهو شغال، تقدر تشوف بيها كل حاجه ويوري لك الديتيلد بوينت اللي انت بتاخدها واذا كنت انت موافق على البوينت دي ولا لا. طيب خلصنا الكونسيبت بتاعت ال 3 دي مابنج، نتكلم بقى على الشغل بتاعنا. ايه هي بقى الحاجات المهمه او ايه اللي بنستخدم 3 دي مابنج فين؟ اول حاجه اول ما تيجي تبتدي خالص كان بتظبط حاجتين، حاجه اسمها كاردياك جيتنج، ودي كانت اكتر في كارتو اكس بي، دلوقتي بقت تتعمل اوتوماتيك في الكارتو 3
مش محتاجينها، وحاجه اسمها ريسبيراتوري جيننج او جيتنج، دي موجوده في الاثنين. ايه هم دول؟ انا حطيت القسطره بتاعتي تاخد بوينت صح، وخد البوينت دي. انت خدت البوينت دي في اني ستيج من البيت سايكل؟ خدتها والهارت في السيستول ولا الهارت في الدياستولي، في الديبولاريزيشن ولا الريبولاريزيشن؟ فالجاردياك كيتنج انا بحط القسطره في الهواء الطاق في البلاد ستريم جوه اي تشيمبر، ما تكونش بس اهم حاجه ما تكونش بتتحرك. فعاده بنروح حاطينها في مثلا اس في سي او في الاتريوم، واروح قايله له ايه، او بسيب القسطره خالص تاخد حركه الهارت، بحيث الجهاز من نفسه اوتوماتيكلي يشوف الهارت مقارنه بالاي سي جي امتى الديبولاريزيشن وامتى الريبولاريزيشن، ودايما ياخد البوينت بتاعته في الاند دايستول، في اكتر وقت بيبقى الهارت فيه اللارج، عشان تبقى البويس بتاعتي متاخده في نفس التايم كل مره، ما كنتش مره واخده في السيستول ومره واخده في الدايستول. ده بيتعمل اوتوماتيك دلوقتي في الكارتو اكس بي 3. اكس بي كان زمان لازم احنا بنعمل البوينت دي، دلوقتي بقى اللي بيتعمل في الكارتو 3 ايه بقى؟ حاجه اسمها الريسبيراتوري. ايه بقى الريسبيراتوري؟ دلوقتي برضو نفس المشكله، مش العين هو بياخد نفس وبيحرك القسطره، في موفمنت في القسطره. فانا بقول ايه، بروح قايله للدكتور لو العين متخدر، بقول لدكتور التخدير والنبي علي لي الجيم بتاع الريسبيريشن ريسبيرومتر اللي هو الويبز بتاعه الريسبيريشن، واسيب القسطره بتاعتي في حته مش كونتاكت على وول زي مثلا اس في سي او اي في سي او حتى الكورونري ساينس، يبقى في تيوب او فيزل، بحيث يقدر ايه ما تلمس وول لكن في نفس الوقت بيتحرك مع ستراكشر، فيحس الانسبيريشن والاكسبيريشن، ودايما ياخد لك البوينت بتاعتك في الاند اوف اكسبيريشن، فاكتر وقت بيبقى الشيست بتاعك فول ومرتاح، عشان نوحد برضو البوينتس بتاعتنا في توقيت واحد، بحيث اما اجي ارسم التشيمبر ما يبقاش داخل وخارج ومباجر وفي تايمز مختلف. عرفتوا ايه فايده الحاجات دي؟ فدي اهم ستيب. لازم هتلاقي المهندس يقول لك ايه، والنبي يا دكتور سيب لي القسطره من غير على وول، حطها لي بس في اي حته ثابته كده عشان نعمل ريسبيراتوري جين خلاص. وبعد كده تقول لي بتوع التخدير طب خلاص بقى وطي الويف، عشان ايه؟ هو بيشوف الويفز بتاعت الريسبيريشن. خلصنا الدنيا دي، نيجي للمرحله اللي هي بقى نبتدي ناخد البوينتس بتاعي. خلاص احنا خلصنا اللي هي بتاعت الايه، الجارد اللي هي بناخدها في الاند دايستول، يعني ما باخدش تيجر في الاند دايستول. وايه، نيجي بقى نبتدي للشغل الجاد. عندنا بقى في الكارتو اوبشنز كتيره قوي تقدر ترسمها. احنا زي ما احنا قلنا علم الخرائط، عندنا كذا خريطه في الكار في ال 3 دي مابنج، هنعرف كل خريطه فايدتها ايه. احنا اتكلمنا على خريطه مبدئيه اللي هي الفام او الفاست اناتوميكال ماب، اللي هي انا بقعد اخد بوينتس برسم خريطه رماديه او خضراء زي الانافكس او كده، ليس ليها اي دلالات غير ان انا راسم منظر التشيمبر بتاعي زي السي تي او الام ار اي. اتفقنا؟ ودي بتبقى مهمه قوي في بدايه الاستادي، ان انا اعرف التشيمبر اوف انترست انا بتعامل معاه شكله ايه، ايه الاناتومي بتاعه، فين في الفنتريكل مثلا، فين الفالف، فين الاوت فلو الانفلو، في الاتريوم فين البلمونري فينز، فين الاس في سي الاي في سي والكلام ده. وبوينتس اوف انترست زي مثلا الهس او الانيلس انا بقدر اعمل لها تاج، اقول له اعمل لي تاج. يعني ايه تاج؟ اعمل لي ماركر كده، كوره ملونه كده، دي ماركر للبوزيشن بتاع الهس، ماركر مش عارفه ايه، فانا بقدر ارسم اناتومي كويسه. نيجي بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها لوكال اكتيفيشن ماب، حاجه اسمها فولتج ماب، حاجه اسمها ايزوكرونال ماب، حاجه اسمها ميش ماب، وحاجه اسمها بروباجيشن ماب. دي اللي احنا قلنا عليها الفام، خلاص شفناها قبل كده. شوفوا بقى ده الفرق بين الفاست اناتوميكال ماب بتاعتي، وده الفرق بين البوينت باي بوينت اناتوميكال ماب، اللي هي كنت اقعد اخد نقطه، خد النقطه دي، خد النقطه دي، خد النقطه دي. شايفين منظر الماب غير المنظر الماب؟ اولا هتلاحظوا النقط البيضاء دي هي البوينتس اللي انا خدتها، او انا هتلاحظوا مقارنه بهنا ان عدد البوينتس هنا اكتر من هنا، وبناء عليه اصبح التشيمبر بتاعي مور سموث وبالكي كده وقريب للحقيقه عن البوينت باي بوينت ايه ماب. فدي كانت الطفره في الكارتو 3. نيجي بقى لللوكال اكتيفيشن ماب. لوكال اكتيفيشن ماب
لازم بوينت باي بوينت، يعني انا احط القسطره بتاعتي واقول للمهندس خد النقطه دي. الفكره من اللوكال اكتيفيشن ماب ان انا بقول له باخد حاجه معينه ريفرنس معين ليا، وليكن اي سي جي او الكتروجرام انترست في قسطره ما، وليكن الكورونال ساينس الاتريال سيجنال او الاتريال ديفلكشن او الفنتريكولار ديفلكشن، وكل بوينت باخدها في التشيمبر بتاعتي بقارنها بهذا الريفرنس واقول هل هي كاكتيفيشن سابقه ولا متاخره ديليد عن الاكتيفيشن لهذه البوينت. بمعنى انا بشتغل على اتريال تاكي كارديا، اهم حاجه انا دايما عارفين الطريقه بتاع الاتريال تاكي كارديا ايه، ان انا اجيب اتريال سيجنال بريسيدنج البي ويف اتليست 30 ملي سكند. فانا وقت ما انا باخد بوينت وانا بعمل 3 دي مابينج، البوينت اللي باخدها الجهاز اوتوماتيكالي بالذات انا بشوف البروكه، بقعد بقى المدرس المساعد اللي معايا المدرس يقعد بقى ياخد الديفليكشن اللي انا حاطاه على قسطره الابليشن ويعمل خط كده للبيجيننج اوف ذا بي ويف ويقيسها. لا، الجهاز ده بيعملها لي اوتوماتيك، يعمل نفس السيناريو ده بس اوتوماتيك. انا محدده له قلت له انا عندي البوينت الفلانيه دي، هتقارن البوينتس اللي انا باخدها بالريفرنس بتاعي، ريف اسمها ريفرنس انوتيشن، يروح شايف دي هل دي سابقه بكام ملي سكند، لو سابقه يبقى بالماينس، لو متاخره عنها تبقى بالبوست، متاخره عني 20 ملي سكند، متاخره عن الريفرنس بتاعي 30 ملي سكند. هتقولي طب هو هيعرف منين؟ قلت لك هو مش هو، لا هو هياخدها، لكن انا لازم ابقى محدده له انا هاخدها ازاي. وهنا يجي دوري انا في تحديد هذا الانترفال. هذه الانترفال نطلق عليها ما يقال ويندو اوف انترست. بس اسمعوا حاجه اسمها ويندو اوف انترست. يعني ايه ويندو اوف انترست؟ دي زمن انترفال معينه انا بقول للجهاز يا جهاز السيجنال بتاعتي هتقراها في هذه الفتره من الملي سكندز، لو السيجنال بتاعتي او تسايد هذه الفتره لا تراها، لكن لو هي جوه الويندو اوف انترست دي ابتدي بقى اشوفها هل هي سابقه الريفرنس بتاعي ولا لا. اهي وليكن انا بشتغل على حاله في تي، فالريفرنس بتاعي هيبقى الكيارس كومبلكس، فانا اروح عامله ايه؟ ابتدي انا قبل بدايه الدراسه بتاعتي مع المهندس اقول له افتح لي الخانه بتاعه الانوتيشن، اسمها انوتيشن، واروح فاتح هتلاقي كاتب لك دبليو او اي يعني الويندو اوف انترست، بعد كده تلاقيه كاتب لك ايه الريفرنس انوتيشن، يعني انت هتختار ايه يقراه الجهاز يقارن بيه وتحسبها. عاده في الفي تي بنستخدم الكي ار اس كومبلكس، عادة في الاتريال تاكي كارديا بنستخدم الاتريال سيجنال في السي اس. ليه بقى؟ انت لازم في اختيارك للريفرنس، وده مهم جدا، تستخدم الموست كلير اوبيفيوس ريفرنس اند ستيبل. اند ستيبل ليه بقى؟ غير مسموح نهائيا ان الريفرنس بتاعك يتغير اثناء الماب، لان لو الريفرنس بتاعك اتحرك يبقى انت كل اللي خدته قبل كده تغير تماما، لان عيب 3 دي مابنج لازم الاستابيليتي، لان هو بيقارن بين بوينت ثابته، فلو بوينت دي اتغيرت يبقى انت مستحيل ترجع لنفس البوينت اللي انت ايه كنت بتاخدها، فتضطر تعمل حاجه اسمها ريماب. فالبي ويف في الاي سي جي مش ستيبل، ساعات تبقى لو فولتج ساعات تبقى هاي فولتج، فعشان كده بنحب نستخدم حاجه اتريال ديفليكشن ثابته. فايه الموست ستيبل اتريال ديفليكشن؟ السي اس، لان القسطره بتبقى جوه السي اس ما بتتحركش، لكن لو حطيت لي قسطره جوه الاتريال ما هي ممكن وانت بتتحرك بالقسطره تزقها تشدها. لكن في الفي تي الكيارس كومبلكس عندنا بسم الله ما شاء الله في الاي سي جي بتبقى ستيبل، فدي الموست ستيبل بوينت، فعشان كده عاده ده البروتوكول اللي العالم كله بيستخدم ان هو الموست ستيبل ريفرنس. خلصنا من موضوع الريفرنس، يبقى انت تشوز الريفرنس. نيجي بقى الويندو اوف انترست. الويندو اوف انترست بتاعي بشوف التاكيكارديا سايكل لينس او الساينس ريت لينس او الساينس ريت ريزم، يعني انت ممكن ترسم الماب دي ديورنج التاكيكارديا او ديورنج الساينس على حسب انت عايز. عاده بنستخدمها طبعا ديورنج ايه
التاكي كارديا اللهم في الساينس لو احنا بنستخدم بي في سيز مابينج صح. فاروح قايسه السايكل لينس بتاعتي الار ار انترفال بتاعتي على الاي سي جي ولتكن مثلا 250 ملي سكند في التاكي كارديا مثلا. بروح واخده ده الايكويشن في ايكويشنز كتيره قوي او في بروتوكولات كتيره بس هو ده البروتوكول اللي معظم العالم بيستخدمه. ناخد 90% من هذه السايكل لينس 90% اوف ذيس سايكل لينس. فلو انا مثلا عندي 300 يبقى انا غالبا هاخد مثلا 270 ملي سكند. اروح عامله ايه اسمها على 2 يبقى كام 100 و قول 140 مثلا او 130 و130. اروح قايله له بقى في الويند اوف انترست هتشوف لي كل ما هو سابق هذا الريفرنس ب 140 ملي سكند مثلا نيجاتيف وكل ما هو بعده ب 140 سكند بوزيتيف. لو اي بوينت بره الويند اوف انترست بره ال 270 ملي سكند لا تراها ما تاخدش ما تعملهاش تاج وتظهرها لي على الماب. فهمتوا جت منين؟ فطول ما انا باخد بوينت بيبتدي بقى يقارن بالريفرنس بتاعتي اذا كانت دي ايرلي بوينت ولا دي ليت بوينت عشان اقدر احدد الهوتست اريا او الاريا الايرليست اكتيفيشن فيها. فدي بتبقى مهمه جدا جدا في دراسه الميكانيزم في الريزم. خلاص يا شباب اهو هو الجهاز بيبقى عامل لك الصوره دي قدامك وانت بتاخد. يعني انا مثلا دي اثرت الابليشن بتاعتي اهي انا شايفه عليها ديفليكشن فنتريكولار ديفليكشن وهتلاقي في الشاشه بتاعتك هو هتلاقي عامل خط احمر على الانوتيشن ريفرنس بتاعي اللي هو كيوريس كامبلي وتلاقيه شوف دي يروح واخد ايه انوتيشن صفرة ويروح ايه قايل لك بقى دي كام ملي سكند ويكتب لك في اللوجو اللي على الجنب دي كل بوينت ماينس 100 ملي سكند او بوزيتيف 50 ملي سكند. بس انا النقطه دي بقى مهمه في ان انت دايما تراجع كل البوينتس اللي بياخدها لان جه السؤال طب انا دلوقتي هاخد ايه بقى؟ هاخد انهي حته؟ هل هاخد الماكسيمم دي؟ ولا هاخد النيجاتيف دي؟ ولا هاخد السلوب؟ ولا هاخد انت اللي بتحددها. بتختار وانت بتعمل الويندو اوف انترست يقول لك الريفرنس انوتيشن بتاعتك عايز تاخد الماكسيمم يعني الهايست بوزيتيف ديفليكشن بوينت ولا النيجاتيف ولا السلوب. بتحددها ازاي؟ بالشكل اللي انت شايفه بالنسبه للاتريال ديفليكشن او الكيو ار اس كومبلكس على الاي سي جي. عشان كده تلاقينا دايما نقول ايه تلاقينا مثلا جون قاعد يقول لي ايه يا حسام او على المهندسين انا شايف ان احنا نخلي الانوتيشن بوينت بتاعتنا في كيو ار اس كومبلكس في 2 علشان كومبليتلي نيجاتيف. دايما اتجنب ان احنا ما ناخدش ريفرنس فيه مثلا تو بوزيتيف ديفليكشنز او تو نيجاتيف عشان ما يتلخبطش. واحنا عاده بنحب ناخد الماكسيمم او النيجاتيف ما بنحبش قصه السلوب لانها ما فيهاش اكريسي. فنختار الموست بوزيتيف بوينت او بس ما ناخدش حاجه فيها دبل ديفليكشنز عشان ما يتلخبطش ونقعد كل شويه. انت ممكن تظبط البوينتس اللي بياخدها ان انت تحرك اللاين ده الاحمر ده الانوتيشن ماب بس المشكله هتاخد لك تايم كونسيوم. فاحنا النقطه نختار حاجه ريفرنس كلير فيها ديفليكشن واحده سواء بوزيتيف او نيجاتيف وهو بيعمل الانوتيشن بتاعه ويبتدي يقارن البوينتس بتاعته وتراجع كل بوينت وهو بياخدها وبتبقى مع الاكسبيرينس تبقى سريعه ان هو واخد البوينتس بتاعتك ايه صح. ساعات بنعدل في اخذه مثلا للديفليكشن بتاعي هنا ولا واخد البوينت هنا ولا كده. خلاص بتوحد بقول مثلا والله انا هاخد من اول البيجيننج هنا فيبقى هو هيقيس كل مره من الانوتيشن ريفرنس اللي دي ويقول لي دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دي طبعا هتطلع ايه ديليت فيقول لك دي بوزيتيف 20 ملي سكند يبقى دي ديليت اكتيفيشن. فدي بنسميها اللوكال اكتيفيشن تايم لهذه النقطه مقارنه للريفرنس. دي مثلا سي اس كاسيتر فبعمل ايه تراك تاكي كاردي او اترا فلاتر فانا اخترت الانوتيشن بتاع الماكسيمم بتاع الاتريال سيجنال يبتدي ايه انا بالاثاره بتاعتي خدت بوينتس بصوا دي سابقه فهتلاقيه يروح كاتب لك ايه نيجاتيف كم ملي سكند وروح قايسها. دي بنسميها المسافه بين دي لدي لوكال اكتيفيشن تايم والمسافه اللي هي انا مختارها الانترفال الطويله اللي هي الابعاد بتاعتي بنسميها الويند اوف انترست اللي انت تشوف فيها زي الديفليكت. لو البوينت بتاعتي بره الويند اوف انترست ما بيشوفهاش ما بياخدهاش اصلا. نرجع بقى لمنظر الاكتيفيشن ماب هي دي فاللي انا محددها دي الانترفال بتاعتي. كل بوينت انت بتاخدها يروح عامل لك سابقه بكام ملي سكند هنا ويبتدي يعملها لك الوان. العرف والستاندر في ال 3 دي مابنج معظمه اللوك اكتيفيشن زي بتبقى الهوتست اريا او اقرب بوينت احمر ويبتدي بالتدريج الوان القوس القزح لغايه اخر بوينت اللي هي البربل دي الموست ديليت او اكتر نقطه متاخره.
والرقم اللي بيظهر لك هنا ده الرقم للال بوينت اللي انت خدتها. خلاص ال بوينت انت خدتها، يعني كل ما تاخد ال بوينت تلاقيه يقول لك رقم انت ال بوينت خدتها كانت ماينس 40 ماينس 50، عشان تبقى عارف انت وصلت لغايه فين. دي ليد بوينت بتاعتك كانت بوزيتيف 100 وحاجه. ممكن اي حاجه عايزه تعملي لها تاج تعملي زي ما احنا بنشوف في الفيديو، نقول ده الحته دي فيها دبل بوتنشال، طب يا حسام اعمل لنا للدبل بوتنشال كور تاج بيبقى لون كده بني، اعمل لنا تاج للحته دي باللون الازرق بكوره لونها ازرق كده ان الحته دي سلو لو لو اريا وهكذا. فالبوينتس اوف انترست بنسميها حاجه اسمها تاجنج، اي كان تاج ات، فاهماني ازاي؟ لكن خلي بالك مست الكارت وحاجه، ان انت مش محتاجه ان انت لو جبتي ايرليست بوينت او هوت اريا انك تعملي لها تاج. ليه بقى؟ ان هو كده كده بيبقى ملونها لك باللون الاحمر. ما هو بصي بقى الالوان اللي هنا بتظهر على الماب بتاعتك دي. فهنا في الخريطه دي مثلا ده رايت اتريوم وده ترايكاسبيد فالف. انت شايف اللاترال وول بتاع الرايت اتريوم ازرق فده ديليت خالص، لكن الهوتست اريا فين؟ هنا عند اللو سيبتم. فاهمين ازاي؟ فلو انت بقى عايز بقى تاخد بعد ما نخلص الماب بتاعتنا، والله لو احنا بنتعامل مع فوكال اريا بنقول والله دي الحته دي الهوتست اريا، طب نروح بقى ناخد بقى ايه ديتيلت ماب، ناخد بقى بوينت بوينت جنبها كده ونشوف الاكتيفيشن لغايه ما نيجي لاكتر بوينت ايرلي وكوينه عندها، فبيسهل لنا الدنيا خالص. ده كان الكارتو اكس بي المنظر الايه؟ العره ده. دلوقتي بقى الكارت 3 طبعا مع مور هيموجن فما يعمل لنا المنظر ده. دي حاله بي في سي، دي حاله بتاعتي، دي حاله بي في سي ليفت سايدد كانت في في الانفروميديكال ريسس اوف ذا ليفت فنتريكل، ودي الاورطه فعشان كده لونه مطمط. شايفين كانت اكتوبيك بوينت هنا اهو، وده البوينت دي كنت تاجي من الميترال فالف، ودي البوينت اهي. فكده دي الحاله اللي احنا ايه اللي انت ما جبتليش حاجاتها. سامعه يا دكتوره ميرفت؟ ما جابليش الحاجات. دي حالتي، انا عايزه حاله دكتوره ميرفت كمان. هتجيبها؟ سامعه يا دكتوره ميرفت؟ قولي يا انور. ماشي. بس فهنا مبين لك اهو الهوتست اريا، فكونها هنا في البي بي سيز اختفى. وزي ما انا قلت لكم هنا شايف ار او فيو وهنا رايت لاترال فيو. سهله وجايب لك ايه المنظر اهو. العين باصص ايه كده. نيجي بقى للماب اللي بعدها الفولتج ماب. الفولتج ماب انا مش بقارن بقى الاكتيفيشن بتاعت النقطه دي سابقه ولا مش سابقه على ريفرنس بوينت، لا انا بشوف البوينت اللي انا باخدها دي الفولتج اريا الباور او الامبليتيود بتاع الالكتروجرام اللي على التب دي قد ايه، هل هي كبيره ولا صغيره، ولا الحته دي ديد ما فيهاش الكتروجرام فتبقى سكار. فولتج اريا دي ميزتها ان انا اقدر احدد الارياز اوف لو فولتج ارياز والسكارز سبيشالي في الري انترنت اريزمياس. وبرضو انا اللي بقول للجهاز بتاعي واحدد له امتى اعتبر الالكتروجرام ده لو فولتج وامتى اعتبره سكار وامتى اقول دي فيابل مايوكارديا او الحته دي هيلثي. جرى العرف ان انا بروح مظبطه السكيل بتاعي ده برضو في السيتنجز بتاعتي، ان في الفنتريكل بيبقى عاده اللو فولتج اريا بتاعتي من 0.5 ملي فولت، يعني كل ما هو الكتروجرام يقرا جهاز اقل من 0.5 ملي فولت بعتبره لو فولتج اريا، فيبتدي يلونهاني باللون المحمر ده. كل ما هي فوق اللي بنقول من نص الواحد تبقى اللي هو مالتي كلر شويه تلاقيه اخضر او مزرق، فوق الواحد ملي فولت يبقى الالكتروجرام ده بتاعي هيلسي فيلونه لك بيربل اللي هو اللون الايه البنفسجي ده. لو انت مش قاري حاجه بيعملها رمادي يقول لك الحته دي سكار انا مش قاري الكتروجرام، يعني اقل من 0.5 كمان. في الاتريوم طبعا عشان الاتريال سيجنالز بتبقى اقل فولت كفولتج فالسكيل ده بيتغير بنعتبر اللو فولتج اريا اقل من 0.3 زي ما بتعمل في البيس ميكر كده، مش بتقول البيوف اريا كام؟ لو البيوف بتاعتي والله 1.5 ل2 هيلثي بي ويف، لو البيوف بتاعتي من 0.3 لغايه 0.5 بقول دي لو بي ويف، اقل من 0.3 اقول ده سايلنت اتريوم، صح؟ هي نفس الفكره. فانا بحدد له البوينتس اللي بياخدها وهو بناء على كل الكتروجرام بيقراه يشوف هل ممثل قد ايه ملي فولت زي بتاع الاي سي جي كده، ونروح نرسم لك
الدنيا كده. فده ده عباره عن ليفت فنتركل زي ما انتم شايفين، الحته دي كلها هيلسي ما عدا الحته دي ات لوكس لايك اسكار، والحته دي ديد ما فيهاش اي حاجه خالص. لكن انتم زي ما انتم عارفين وهتدرسوا في الفي تي ان السكار بتاعت الفي تي عاده ما بتبقاش ترو سكار، بيبقى هيتروجينس تيشو، وفي ارياز اوف سلو كوندكشن وارياز فيابل جوه اللي في سيباريتد ارياز اوف فيابل مايوكارديوم سايز سكار. فاحنا دايما في الريانترنت اريزنس ندور على الحتت دي اللي هي البوردر لاين اللي هي الازمس اللي هو بيبقى فيابل جوه السكار ويقدر يسمح بانتقال الاكتيفيشن. ما اصل لو سكار السكار الفايبرس تيشو مش هينقل لك اكتيفيتي. هي المشكله دايما في السكار اللي بتعمل ريانترنت اريزميا الفيابل مايوكارديوم اللي بيبقى انسايد ذيز سكار بيبقى سلولي كوندكتنج عن الارياز الفيابل فيسمح لك بحدوث رينتري ميكانيزم اوف رينتري. مش دكتور احمد ده شرح لكم بين الميكانيزم اوف اريزميز. فهي دي النقطه دي فايته الفولتج ما بين انا اقدر تو ايدنتيفاي السكارز فين. فدي فولتج اريا او فولتج ماب. وزي ما انتم شايفين برضو دي بعض انظر فنتريكل وبسم الله ما شاء الله زايفين السكار يعني الحته اللي هي كل ما هو مش بيربل يبقى دي لو فولتج اريا اولموست يعني قرب السكار اللي هي الفيابل مايكاردينز اللي بيبقى اراوند السكار. فبيقدر يرسم لي الجمال والحلاوه دي. خلاص انت بتقدر تعمل سبونتينيوس تو مابس ات ذا سيم تايم. يعني ممكن اعمل اكتيفيشن وفولتج ماب مع بعض، الجهاز بيسجل كله. يعني عاده الاكتيفيشن والفولتج ماب بيتسجلوا مع بعض، بس انت ممكن تختار انك تعمل اكتيفيشن بس من غير فولتج، وممكن تختار انك تعمل فولتج من غير اكتيفيشن. انت اللي بتقرر مع المهندس بتختار الاوبشن زي في الجهاز على حسب الحاله. يعني عندك ري انتري مثلا لازم تستخدم فولتج ماب، بريزيستنت اي اف لازم تستخدم فولتج ماب. فاهمني ازاي؟ يعني انت ممكن تعمل فولتج ماب مع الفاست اناتوميكال ماب عادي في الاي اف عشان تشوف الاسكار كله في كارتو في النافكس وفي الريزميا في كله. ده كل ده بتكلم فيه ده في كل الاجهزه. في الفولتج اللي احنا بنحدد البار بتاعتنا زي ما انا قلت اننا بنخليه 0.51. الو الو اي سبت حد في مغل حد يجي للاسف اجازه لو الاثنين مش هينفع ولا الثلاث عندي الاسبوع ده بلوكت خالص. عشان عندي يوم اللي يكون شغلك معاه بلوكت. هو السبت اللي بعده حضرتك اولا في اللي هم بتوع المانيا دول. طب هقول لحضرتك حاجه، يعني لو حضرتك يعني بس مجرد بس ساعه بس اخلص المحاضره واجي لحضرتك ولا هو ونخلص منه. لا خلاص حاضر. مش هو اس بي تي عاديه ان شاء الله. خلاص لا هنيجي نظبط زي المره اللي فاتت ان شاء الله. هو اللي تحت ساعه بالظبط اقل من ساعه. حاول اخلص بسرعه. حاضر يا فندم. حاضر معلش يا شباب مش هقلب كل حاجه. دي بقى ده مقارنه بين الاكتيفيشن ماب والفولتج ماب. شايفين؟ يعني انا بوريكم ده نفس اللي تشمبر. الاكتيفيشن ماب يبين لك هوت ارياز وجريز ومش عارفه ايه والكلام ده، ودي الفولتج ماب. خلاص؟ وانت كده بتقدر تعرف انت اكتيفيشن ولا فولتج ماب من الحته دي. البار دي هتلاقي في الاكتيفيشن ماب كاتب لك ال اي تي لوكال اكتيفيشن تايم البار، والتاني هنا كاتب لك ايه باي بولر او يوني بولر، فدي معناها فولتج ماب، ويبقى كاتب لك السكيل بالملي فولت، وهنا السكيل هيكتبه لك بالملي سكند. سهله. في نوعين من الفولتج ماب، حاجه اسمها باي بولر فولتج ماب ويوني بولر فولتج ماب. هي نفس الطريقه، انا باخد البوينتس بتاعتي، بس انا لما بقلب على الشيفتنج ان انا يوني بولر فولتج ماب يعني انا بخطا، يعني هو بياخد نفس البوينتس بس هو بيرسم ماب وماب. يوني بولر ماب دي ميزتها او فائدتها انها تقدر تديتكت السكارز اللي في البريكارديوم، يرسم لك فيرتشوال كده ان هل في سكار في البريكارديوم ولا لا. ودي عاده بنلجا ليوني بولر مابس لو انا مش لاقي ازمس ديورنج السبستريت موديفيكيشن، او بمعنى اصح مش لاقي سكار في حاله دايليت كارديوميوباثي بس.
وانا باخد الفولتج ماب، اروح اقول له طب اقلب لي على يونيبولر كده، فيجيب لك فيرجن فيه لو ارياز غالبا على البريكارديال، ساعتها تعمل بريكارديال اكسس. ده الاستخدام الوحيد لليونيبولر فولتج ماب، بس احنا عاده كله بيبقى باي بولر فولتج ماب، علشان طبعا بيبقى شورت سيركوت فبيشوف الاندوكارديوم اللي جوه. ايه؟ اولا بسيطه جدا، اثرتك فين؟ تاني حاجه بقى ان انت الكونفيجريشن بتاعك ده واضح جدا، حاجه بسبوسي كده كونل، والفالف هنا في الجنب ده رايت اترم، مستحيل رايت اترم ببقى رسمه اس في سي واي في سي وسبتم والترايكاسبت، الليفت اتريوم اناتومي تو بار فور بارموناري فينز. بي بي سيز ايه؟ ما بي بي سيز بريماتيور ده فنتركل، هيبقى رايت اتريوم ازاي؟ ده مش شكل رايت اتريوم اناتومي. هل رايت اتريوم الفالف هيبقى فوق كده في قفاه في الاري او فيو الفالف هنا، ولا المفروض الفالف يبقى تحت؟ يعني المفروض يبقى هو الناحيه الثانيه وهو الوول الناحيه. اولا انت بتنت اللي شغال، انت لاحظت اثرتك في انهي تشامبر اصلا؟ اثرتك فين؟ الديفليكشنز اللي انت قاريها اتريوم ولا فنتركل؟ رقم ثلاثه اناتومي، ما انت المفروض في كل فيو من ده فلوروسكوبي انت عارف شكل الاناتومي بتاعك ايه؟ ده مستحيل يبقى رايت. انت في الاري او فيو لو ده رايت اتريوم المفروض الترايكاسبت فالف يبقى هنا وده اللاترال وول في الاري او، صح؟ مش انت في الاري او فيو بتبقى كده؟ مش احنا خدنا محاضره الفلوروسكوبي يا راجل ومنظر الهارت في الاري او فيو والالي او فيو، ولو انت عندك الي او فيو بيبقى الترايكاسبت والميترال وش، صح؟ فده ده منظر فنتركل ومفيش اي فينس طالعه منه. الرايت اتريوم بتلاقي هنا طالع رايت زيرو فيرو فينا كيفا، الرايت الليفت اتريوم الفول بارمونري فينز. فده ايه ده؟ فنتركل طب، صح؟ الايزوكرونال ماب هي اكتيفيشن ماب، بس بدل ما ارسمها الالوان تبقى داخله في بعضيها بتترسم على هيئه زون، عارفين زي بتاعه الارصاد الجويه كده لما يجيب لك الاعصار يجيب لك خرايط مدوره مدوره مدوره، فهو يعني هي ملهاش يعني فزلكه شويه ما محتاجهاش خالص، بدل ما انت رسمه كده بتلاقي مثلا ايه الحته دي الحمراء مترسمه زي مربعات كده، يعني مابس يعني عارفه زي درجات الوانيه بس دوائر كده، او فاهماني ازاي؟ ملهاش لازمه، ويبقى عامل لك الزونز كده مربعات، فاهمني ازاي؟ تبقى حاجه هندسيه شويه، انا بصراحه ولا حد بيبص عليها. هي اكتيفيشن بس شكل يعني الوان، بدل ما تبقى الالوان داخله في بعضيها كده زي دي يرسم لك زونز، يقول لك دي زون الحمراء، دي زون الصفراء، دي زون الخضراء، دي زون مش عارفه ايه، بس ملهاش اي 30 لازمه. ما حدش بي انا بقعد اتفرج عليها بس كده. دي بقى بروباجيشن ماب، دي ميزتها بقى حلوه بقى ان هي توري لك بقى الفرق بين الريانتري والفوكسال، اللي انت بعد ما خدت الاكتيفيشن ماس بتاعتك دي كلها، هل دي ريانتري ميكانيزم ولا فوكال ميكانيزم؟ عاده انت بتعرفها من منظر الاكتيفيشن، بس يعني بتبقى حلوه في المؤتمرات تتفرج عليها بعد الاستادي تشوفها، يعني مثلا ايه لو انا شفت المنظر ده ايه رايكم؟ دي فوكس ولا ريانتري؟ هي ماشيه ازاي؟ هل هي النقطة ماشية كده وفرشة كده وراحوا متجمعين كده، ولا هي ماشية كده اهو؟ H-shaped loop re-entry طالعة وماشية في تو re-entries كده اهو، بص هتبان، بص طالعة كده، المفروض بقى لما تفرش يتجمعوا في بوينت مع بعض، لا دي بتلف. جمع هي وقفت ليه؟ خلصت الظهر. هوريكم الفوكال ماب عشان ايه تعرفوا الفرق بينهم. ادي بقى الفيديو اللي انا ايه كنت جايباه، لا ده كان الاكتيفيشن. بصي بقى
بص ماشيه ازاي، طالعه بوينت وراحت مجمعه بوينت، حتى جايه من الابليشن بص كده وراحت قافله، دي فوكس. لكن التانية هتلاقيها بتروح لفالك كده، بس دي دبل لوب، لافين الاتنين مع بعض في نفس الدايركشن كده. فدي بي بي سي، كانت بي بي سي وراحت ايه فوكالي. انا قلت لكم البروباجيشن ماب بتبقى حلوه في المؤتمرات في الرفاهيه، يعني مش يعني عاده ما بنستخدمهاش كايه كحاجه عندنا في الاستادي قوي. يعني احنا بالنسبه لينا يكفي قوي قوي الاكتيفيشن، ان انا مثلا لو شفت انا الاكتيفيشن بتاعي هنا مثلا دي فولتج، ايوه دي مثلا شايفه كل الالوان اللي متاخره ورا، وهي حته هوت اريا واحده، وكل حوالين الهوت اريا دي الوان. مثلا هقول لكم ايه، عايزه بس اوضحها لكم شويه. يا فين الفيديو اللي انا كنت مشغلاه؟ مثلا نشوف الصوره دي. اه بص يا سيدي هتبقى واضحه كده، عم مظبوط. يرجع لي اهو. بص هنا مثلا دي فوكس، فانا النقطه شايفه ايه؟ النقطه الحمراء بتاعتي اهي، اللي حواليها كله اخضر صح، وبعد كده اللي حواليها كله ازرق، ولما جينا لفينا لقينا كل اللون اللي في الاخر خالص الزرقان او الديليت بوينت ورا، يبقى دي غالبا فوكس. يعني بص الازرق ما بيقابلش الاحمر، يعني ما فيش علاقه بين الازرق والاحمر، الحته الديليت خالص متاخره والبربل بعيد خالص، وكل اللي حواليها محمر وحواليها اخضر درجات زي قوس قوس القزح، فيبقى كده دي فوكس عكس الري انتري. عشان كده بقول لك البروباجيشن ما لهاش اي لازمه صراحه. الري انتري بقى بتاعك العكس، لو احنا شفنا حاجه زي الري انتري هنا دي فوكس برضو، مفيش حاجة الانتري عندي هنا الانتري افكار بيتي هنا. هنا ما كانوش واخدين ري انتري اكتيفيشن، كان سبستريت بس مش مشكلة، بحاول اجيب لكم حالات اكتيفيشن انتري، لان هي كل ده كان سبستريت نوتيفيكيشن. طيب نيجي بقى معلش خلاص، احنا الثانية بتبقى بتلاقي الاحمر بيقابل الازرق، حاجة بنسميها هيد تو تيل، لازقين في بعض، تلاقي احمر اخضر اصفر وراجع بعد كده بيربل ازرق، وتلاقي البيربل او الازرق شابك فين؟ في الاحمر، فده معناها ان هي ماشيه ري انتري وانتهى الهوت اريا قبلت الديليت اريا، فبنسميها هيد تو تيل، ان الديل لزق فين؟ في الدماغ، عكس الفوكا زي ما احنا شفناها كده بيبقى دايما الديليت بعيد خالص عن الهوت اريا. في البروباجيشن بقى تروح كوريليت الالوان دي مع البروباجيشن بتلاقي ماشيه نفس الكلام، ري انتري ولا فوكس. دي بقى اسمها مش ماب، ودي موجوده برضو في الكارتو او في النافكس. مش ما فايدتها ايه؟ انا بشيل كل الالوان وكل الخزعبلات واشوف البوينتس اللي انا خدتها كابليشن بوينتس كانت جوه ولا قد ايه من الاريا بتاعتي. يعني انا بشوف البوينتس بتاعتي، ممكن ساعات اخد ابليشن بوينتس ما بقاش عامله كونتاكت كويس، فتبقى الابليشن بوينت بتاعتي في الهواء، وفي ابليشن بوينت تبقى مريحه على عامل كونتاكت كويس فتلاقيها على الوول بتاع الاندوكارديال. فدي بس بتوري لك الابليشن بوينتس بتاعتك فين، انت كنت هاف جود كونتاكت ولا مالكش جود كونتاكت. فدي مش ماب بتراجع البوينتس بتاعت الابليشن بتاعتك كنت عاملها ازاي. خلاص طبعا مع ظهور الكونتاكت فورس كاسترز، اللي هي الكاسترز اللي بتريح على الوول وتقيس الفورس بتاعك، انت بتقدر تقول الكونتاكت بتاعك او المسافه بين التيب بتاعت القسطره والاندوكارديوم قد ايه، وكل ما تعمل ويت اكتر من 10 يبقى انت لامس الوول او انت قريب. لو انت مش ضاغط على الوول كوزن
اقل من 10 يبقى انت بعيد عايم في في البلاد، مش لامس الوول. لو اكتر من 40 يبقى انت زائق قوي، فممكن تعمل بيرفوريشن. فدي البارامترز بتاعتها، فهي بتقيس بالوزن الضغطه بتاعتك دي الويت بتاعها قد ايه، كام جرام. انا دي في بره دول ايوه مثلا نقطه زي دي مثلا انت خدتها وانت الاسرار بتاعتك بتعوم، فانت مش عامل كونتاكت كويس. طبعا بقى في الكارت كونفيدنس بقى في حاجه اسمها فيزي تاج بقى، ان هو بيقعد يلون لك الاسطره البوينتس بتاعت الابليشن بتاعتك بالوان من درجات البينك. لو انت لون احمر يبقى انت كنت عامل كونتاكت وول كويس بدل مش ماب دي. لو لون بينك يبقى انت ما خدتش تايم ولا كونتاكت كويس، يعني بيقيس لك انت كويت في البوينت كام ثانيه، وكنت كان الكونتاكت بتاعك المسافه قد ايه من الوول. فلو لو خفيف يبقى انت ما كنتش دايس في الحته دي، ما ديتش بوينت كويس. ده الفيزي الفيزي اللي هو الابليشن تاج او الفيزي تاج. عشان كده تلاقي دايما لما يجوا يشتغلوا في اجهزه الكونفيدنس تلاقي رانيا تقول لك ايه اشغل لك الفيزي تاج وانت بتيجي تعمل ابليشن، ما بتقولهاش لا، تقول لك انت البوينت بتاعتك. طب بالذات في الاي اف تيجي تراجع مثلا تلاقي لسه ستيل هذا اي اف او ستيل في بوتنشلز، فتبص في اللاينز بتاعتك انت ايه الحته اللي انت ما ديتش فيها ابليشن كويس. لو مدي ابليشن فاتح يبقى انت الحته دي ما ديتش تايم كويس كابليشن ولا باور كويس كابليشن. فتح لكم مواضيع اهي، الكلام اللي احنا بنقعد نتكلم والخزعبلات اللي احنا دي اللي احنا كنا بنقول عليها الاناتوميكال تاجز. بعد كده واحنا اتكلمنا على البوينت الاند اوف انترست، ايوه ماشي، دي الحاجات اللي بنشتغل بيها في الكارت البيزك بتاعنا. اعمل اناتومي، اعمل فولتج ماب اشوف السكارز، اعمل اكتيفيشن ماب اشوف الميكانيزم في اريزمياز واسيرش التارجت سايتس بتاعتي. فال3 دي ماب حللي المشاكل اللي كانت في الكونفنشنال اي بي لاب، ان انا بعمل اقدر تديفاين الميكانيزم في اريزمياز ري انتري ولا فوكس، اقدر احدد التارجتس بتاعتي واقدر ان انا ارجع لنفس البوينت. ما انت خلاص بقى عندك ماب فتقدر بالقسطره بالقسطره وهي بتتحرك، انا بقدر اشوف التيب بتاع القسطره بتاعتي طول ما هي لونها اخضر يبقى انا في وتلاقي عامل لك سهم او علامه كروس كده يقول لك انت البوينت بتاع القسطره بتاعتك فين بالظبط، فتقدر بالفيوهات تعرف انت بوستيرو ولا انتيرو، فتقدر ترجع لنفس البوينت اللي انت سبتها دي ما كانتش في الفلورو. ثالث حاجه برضو ان انت تقدر تو ميك شور ان انا لما اجي اعمل ابليشن بوينتس عايز اعمل فوكال ابليشن ولا عايز ابليشن اوف ارياز هتبقى سهله. فميستس واخر حاجه ان لسوف راديشن مع الاكسبيرينس بتاعتك انت بتتعود خلاص انك انت تشوف القسطره وهي بتتحرك جوه التشامبر، مش محتاج تشوف القسطره بالفلور الا لو في حتت انت صعب عليك او عايز تاخد كيرف معين، لكن اوفر وايز في اماكن كتير قوي بتشتغل نير راديشن. يعني انا فاكره لما كنا في لايبزيج كان بسم الله بيشتغلوا حالات الاي اف كانوا بيتباهوا الراديشن كان كام، كان الحالات بتوصل ثانيتين وثلاث ثواني راديشن 30 فعلا كانوا بيتباهوا مع بعضيهم. انا النهارده عملت حاله اي اف راديشن ثانيتين راديشن ثلاث ثواني، بس هم بسم الله بيشتغلوا مثلا خمس ست حالات اي اف في اليوم، فهم الاي اف بالنسبه لهم شك 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 شك. زي انت شفت كده ببدي السبب خلصت الماب هنبتدي ماب ساعه تلاقيه مخلص. النافكس هو بنفس المابس بنفس الحاجات مع اختلاف شويه الكالرز دي. بنعرف النافكس هي عشان في الامتحان يجيب لك جسم بني ادم تشيست بدل الهابي فيس، يجيب لك تشيست من غير راس كده وبالتشيست ده بيتحرك مع حركه الراس. الفرق بين النافكس والكارتو البيزك بتاعه اللي هو الكونسبت. الكارتو بيعتمد على الماجنتيك فيلد، ان انا اقارن البوزيشن بتاع القسطره بتاعتي جوه ماجنتيك فيلد. النافكس ما عندوش القصه دي في الاول اللي هو الانسايد والفيلوستي والحاجات دي، ان هو بيعتمد على حاجه اسمها الالكتريكال امبيدنس، بيقيس امبيدنس. بيبقى حوالي 9 باتشز، واحده في القفا وواحده في الرجلين وثلاثه قدام وثلاثه ورا من ساعه ما خلقوا ربنا، وبيشوف الامبيدنس قسطرتك مقارنة للباتشز دي المسافة بينهم بتعمل امبيدنس مش ده كارنت. فالامبيدنس دي بيقارن كل بوينت بالامبيدنس مع الثانية فيقول لك دي ال إيه ولا ليت ويرسم لك الايه اللي تشمبر الاناتومي بتاعك. فطبعا مشكلتها ان الماب ما بتطلعش حلوة زي الماجنتيك، وفي نفس الوقت مش اكيرت. اي تغيرات في جسم العيان هتأثر على الامبيدنس، حرارة العيان،
طبعا لو اتحرك اي حركه سيمبل، الماب شيفت كانت بتاعته اسرع بكتير ان يحصل خلل في الماب عن الكارتو. فهم عشان يتجنبوا هذا حسنوا الموداليتيز بتاعتهم وعملوا حاجه اسمها بيرسيشن. البرسيشن ده فيه تو اوبشنز. اول حاجه انه بيقدر يعمل ريسبيراتوري جيننج وكاردياك جيتنج الون، وبيقدر يموديفاي الماينور تشينجز اللي بتحصل في الامبيدنس كتحسين في الكواليتي بتاعت الجهاز. وليه اوبشن تاني، انت ممكن تشتغل كومبايند الكتريكال وماجنتيك ات ذا سيم تايم، بس لازم تستخدم قسطره سبيشال بسنسور زي بتاعت الكارتو. ميزه النافكس ان هو اقل تكلفه عن الكارتو، ان هو احنا كنا بنيجي نعمل المابس بتاعتها بنستخدم قسطره ابليشن العاديه، مش محتاجين نجيب قسطره بسنسور ان هو بيقرا امبيدنس الكتريكال امبيدنس لا ماجنتيك ولا مش ماجنتيك. فقسطره الابليشن بتاعتنا بتاعت سان جود بندخل بيها وبنقدر نعمل بيها ماب اعتمادا على الامبيدنس وليس على الماجنتيك. كان طبعا ده بالنسبه لنا بيبقى اقل تكلفه كتير عن الكارتو. الكارتو دايما بعتبره المرسيدس اللي هو الغالي لان قسطره غاليه. فلما الاوبريتورز قالوا احنا ما بنحبش البرسيش الفيلوستي عشان مشكله الامبيدنس، راحوا عاملين البرسيشن بكواليتي احسن. لو انت هتستخدم قسطره ابليشن عاديه، لو عايز تشتغل زي الكارتو هتجيب قسطره مخصوص عندهم تبع ابوت بسنسور وتقلب الموداليتي بتاعت الجهاز بحاجه اسمها كومبايند ماجنتيك الكتريكال مابنج. بس هو نفس المابس، نفس الفولتج، بتعمل انوتيشن، تختار الريفرنس، الويندو اوف انترست، مفيش اي خلاف بينهم غير هو بيشتغل ازاي. سهله واختلاف شويه الوان. احنا اكسبيرينس عندنا هنا اكتر كل شغلنا كارتو. العالم كله اماكن كتير قوي شغلها كارتو، في ناس ما بتحبش النافكس لكن في اماكن تانية بتشتغل نافكس، واحنا بنشتغل على النافكس. ده شكل النافكس، نفس القصه، هو الاختلاف بس الباتشز، باتش في القفا، باتش في الظهر، ثلاثه قدام، واحد في الرجلين، وزادت الباتشز دلوقتي مع البرسيشن. ده كان البيزك الاولاني هو الفيلوستي، كان بيبقى باتش في الظهر. ايام ما كان الايكارتو اكس بي باتش واحده، هو كان بيبقى باتشز كتير علشان معتمد على الامبيدنس، فلازم يقرا من كذا بوينت مع بعض. ودي المابس بتاعته. زي ما انا اقول لو جالك في الامتحان تعرف ازاي تكارتو من النافكس، الكارتو هابي فيس، النافكس بادي، ويعمل لك دي اناتوميكال ماب بتاعته، الوان مختلفه بس نفس الكونسبت. لو اكتيفيشن هتلاقيه عامل لك اللوكال اكتيفيشن تايم بار، لو فولتج ماب هيعمل لك الباي اي يعني باي بولر، او يو ان اي يعني يوني بولر فولتج ماب. دي حلقه اي اف طبعا. الريزميا مش عندنا في مصر خالص، فطبعا مستحيل نسالكم عليه، انا بس بديكم هنت عنه. الريزميا بيشكروا فيه جدا ماجنتيك فيلد زي الكارتو. بيقولوا ان المابس بتاعته كويسه، انا ما شفتوش. يوم ما رحت المانيا كانوا لسه بيعملوا له تيستنج، ما حصليش الشرف ولا النصيب ان انا ايه اشوفه يعني. بس هو كل اللي لاحظته ان الفرق ان عشان يختلف عن الكارتو والنافكس خلى الرسمه بتاعته من تحت وراسه وايه وصدر، قال يعني واخد الكواليتي بتاع انا سوبر على الاثنين، فبدل ما اعمل هابي فيس واعمل تشيست انا بتاعكم. بس بياخد باتشز ايه الكلام ده، والايه البار بتاعته بدل ما تبقى خط عاملها دايره يعني. بس انا فعلا ما عنديش اكسبيرينس فيه خالص، واعتقد ما فيش حد فينا يعرف فيه اي حاجه. بس هي برضو خلي بالك هو قريب جدا 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 من الكارتو، زي ما قلت لكم هو الكارتو الاساس.